بعد مرور أسبوعين على فيضان نهر السن، مدينة ميريكور الواقعة في شمال فرنسا لا تزال غارقة في النفايات. عمدة المدينة يتنقل بصعوبة بالغة في 200 طن من القاذورات. من الصعب التحرك، أنا محاط بالقمامة. زجاجات بلاستيكية، اسطوانة غاز أو حتى قطع من الأثاث تتجمع كلها لتشكل هذا الكم الهائل من القاذورات، وللتخلص منها يجب توفير ما لا يقل عن 150 ألف يورو بحسب عمدة المدينة. هناك ما لا يقل عن 80 سنتيمترا من القمامة في كل مرة، وبعد كل فيضان أخبر السلطات العامة بذلك لكنها لا تستجيب، ونبقى بمفردنا لمواجهة هذه المشكلة. على بعد 35 كيلومترا من هنا تواجه مدينة تريال سور سان نفس المشكلة. زجاجات صودا فارغة، انظروا ها هي. إلا أن القمامة تجذب الجرذان التي من فكت تغزو بيت هذا الساكن الذي يخشى على سلامة أطفاله. نمنع أطفالنا من المرور من الطريق المعتاد، أي من الحديقة. الآن هم يسلكون طريقا بديلا للذهاب إلى المدرسة. أما هذه العائلات فتحاول جاهدة أن تجد حلولا ذاتية لمواجهة هذه المشكلة، فهم يجمعون النفايات المتواجدة على ضفاف نهر السان بأنفسهم. نريد منع عودة هذه القمامة إلى النهر في حال ارتفاع منسوب المياه مرة أخرى، وأيضا للحفاظ على البيئة. السلطات الفرنسية تنتظر من جانبها انخفاض منسوب المياه لكي تتمكن من القيام بعمليات النظافة.